بيلعبها طويله للخطيب بيحط الجول يا ولد. الجول الاولاني للخطيب. الكره اللي فاتت دي الخطيب طويله اوف سايد. ماشي يا مصطفى عبده مش اوف سايد. ماشي بيلعبها للعرض على طول. الجول الثاني بيلعبها للخطيب حلوه من ورا الجول. وماشي الخطيب هو واحد بفوت النفس ويلا بلقك شمال وشاهد الجول لطاهر ابو زيد لمختار براس مختار وماشي مختار يا لو ماشي للخطيب والخطيب براس وراس مرتين ويجيب جول. يا جول 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 التعادل للخطيب. محمد عباس طاهر الشيخ خالد قد الله طاهر الشيخ هو جول هو جول ولعب الكرة حلوة. الجول الأولاني للنادي الأهلي ماشي ولعبها بعرض ملعب طاهر الشيخ وطاهر الشيخ هاتوا خد لمصطفى عبده اللي يلحقها ويلعب الكرة اوفر بعرض الملعب يلعب الكرة طاهر الشيخ. الجول التاني للنادي الاهلي. شطة شطة ماشي شطة عكسية مصطفى عبده مختار بيشوط في الجول. شوطة جامدة شوطة جامدة يلعبها طاهر الشيخ. الجول الثالث للنادي الاهلي. طويله عكسيه لفتحي مبروك بيلعبها بدماغه للخطيب فات من واحد وفايت من ناحيه الشمال وبالهنا يحطها في كعب رجله طاهر ولعبها في العرض محمد عامر هو الجول هو الجول هو الجول هو الجول معاه مدحت مصطفى بيلعبها طويله فازت كوتي عالية بتعدي وخالد جاب الله. اللي ما شافهاش وده القانون يقول لك الحكام الدوليين دول والمحايدين اذا وقع تحت نظرهم حاجه ما شافهاش الحكم لازم يقولوا له حلوه. ينط واحد اللي حوش فين طاهر ابو زيد مختار مختار ماشي تتلعب لزكريا نصب رجل مين جاب ده؟ الجول الجول الاول للنادي الاهلي. دو الجول كؤوس تلعب كورة عليها يلعب العربي هو جول يجيب الجول الأول علاء ميهوب يجيب الجول الأول للنادي الأهلي. بدر رجب طويلة لعبة جامدة هو جول الجول الأول للنادي الأهلي بعد مضي حوالي ثلاث دقايق عليا وتفوت وتلعب جامدة وتحط جوه الجول. الجول الثاني للنادي الاهلي بيجيبه محمد السيد يمشي لعب عليها وتحط جوه الجول. يا سلام الجول الثالث للنادي الاهلي. اجوال جميله جدا مش قادر يصدق من الفرحه وبيجري بره الملعب. ليه ربيع ياسين مش اوف سايد وماشي وعدى من فرحي وممكن يبص بره ويلعبها بالعرض ويلعبها جوه الجول. مجدي عبد الغني جوه الجول. حمدي لعلى هيقل نفسه ممكن يشوط ممكن يشوط ممكن يشوط انما طاهر حلوه 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 ممكن جول ممكن جول جول جول. وادي ربيع لطاهر وطاهر ربيع بكعب رجله حلوه يلا يا ربيع وربيع بعرض الملعب جول 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 جول. لسه بقول لحضراتكم ان طاهر ابو زيد عامل ماتش كبير قوي وهو جول ولعبه بعرض الملعب وعلى طول يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد طاهر ابو زيد طاهر ابو زيد اللي بيشوط جول كوره قنبله جول اوفر عن زكريا بدماغه زكريا وطلعها بصعوبه وطاهر يجيب الجول الثاني طاهر ابو زيد يجيب الجول الثاني. طب حسن اتلعبت وجوه جول وجوه جول علاء بيلعبها وتعدي جاكر وعلى طول يخطفها حسام حسن وماشي طارق خليل 15 طارق وبيلعب كره حلوه جوه جول جوه جول جوه جول حسام حسن حسام حسن جوه جول جوه جول واصغر لعيب في النادي الاهلي النهارده والحيطه وطاهر وكره حلوه جول جول يا خبر ابيض يا ابن الايه يا طاهر مش ممكن مش ممكن والله جنب الناس هنا بيقولوا جول قنبله على شمال على شمال على شمال محمد فتحي حط ايده جول وطالع بره الكور دي بيلعبها بالعرض يقفها اشرف وتوح وطاهر الشيخ تاني
ناحيه طلع ناحيه اليمين ولعبها بالعرض يتم عليها هاني وتروح للكوندي الكوندي بيلعبها جول الثاني من الزاويه ضيقها بيحطها سكرو برجله اليمين في الزاويه البعيده الجول الثاني بعد 39 دقيقه ضربي بيلعب كره حلوه العلامة اهو ودخل على مين جول 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 الجول الاول للنادي الاهلي علاء ميهوب 1-0 كرة حلوة 6-0 لصالح النادي الاهلي علاء ميهوب اهي اهي علاء ميهوب وبيحطها حلوة حلوة على شمال الجول ماشي علاء ده الايمن شوي وبالعرض على طول الجول يا ولادي مجدي عبد الغني في الدقيقة 43 كرة ملعوبة بالايمن شوي يخش مجد عبد الغني ويركنها بدماغه على يمين محمد فتحي جول الاولاني للنادي الاهلي في الدقيقه 43 ماذا الجول الثاني حلوه ملعوبه من ايمن شوقي لحسام حسن يجيب الجول الثاني في الدقيقه على احمد رجب يرجع احمد مصطفى عنده جول النادي الاهلي جول الفوز 1-0 مصطفى عنده بيعدي وبيمشي وبيجيب الجول الاول 1-0 يمكن اغلى جول